ولتعليق انضم الينا من الجوف استاذ العلوم السياسيه الدكتور علي العنزي. دكتور علي، بدايه الارهاب لم يميز بين حرمات ومقدسات، فقد استهدفت مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى بعد امتار من قبره عليه الصلاه والسلام، بماذا تفسر ذلك؟ شكرا، والشكر للمشاهدين والرحمه على الشهداء. طبعا انا استاذ الاعلام السياسي في جامعه الملك سعود. الحقيقة طبعا داعش والمنظمات التكفيرية عندما تستهدف المملكة، هي تعرف أن المملكة هي القلعة التي تصمد في وجه كل من يدعي الإسلام ومن يدعي الإسلام الحقيقي. المملكة هي من تكشف هذه زيف هذه المنظمات. لذلك يعني أهداف داعش وأهداف المنظمات التكفيرية لن تقف عند حدود إما حرمات، سواء حرمات شهر أو حرمات مكان كمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبر رسول الله. فهذه المنظمات لا تعترف لا بالمقدسات ولا بالمحرمات، وهذا ما يكشف زيفها. وأنا أعتقد أن داعش من خلال هذه العملية هي وضعت الحبل حول رقبتها، لأن لو شاهدنا الإدانة التي صدرت من جميع دول العالم تجاه هذا العمل، هذا يعني دليل على موقع ومركز المملكة العربية السعودية في العالم، سواء العالم الإسلامي أو العالم العربي أو في العالم كل. ولذلك أتت يعني استهدافهم لقبر الرسول، للمسجد النبوي وللآمنين ولرجال الأمن، هو يكشف زيف هذه المنظمات ويكشف زيف كل من يبرر عمل هذه المنظمات وكل من يدعم هذه المنظمات. وأنا أعتقد أن يمكن هذه العمليات هي نقطة تحول في محاربة داعش، لأن المملكة العربية السعودية منذ أن وقفت في وجه الإرهاب وهي ركن أساسي في محاربة الإرهاب، لأنهم يعرفون أن المملكة العربية السعودية هي من تكشف زيف هذه المنظمات وهي من تكشف كل أهدافهم وأراءهم. فأنا أعتقد يعني هذه العمليات زادت الالتفات حول القيادة السعودية، وزادت تماسك وتلاحم الشعب السعودي، وأيضا زادت الالتفات الإسلامي والعربي والدولي حول القيادة السعودية. فأنا أعتقد أن هذه التفجيرات أتت لهم في مقتل، بدل أن ينشروا الذعر والرعب وعدم الاستقرار انعكست، وجدوا أن الشعب السعودي أكثر تماسك وأكثر تلاحم، ووجدوا أن العالم التف حول المملكة العربية السعودية لمحاربة داعش، لأن المملكة العربية السعودية هي حامية الحرمين وهي راعية الحرمين وهي حاملة راية الإسلام في هذا العالم. نعم دكتور علي، نعم انكشف الآن منهج هذا التنظيم وخططه باستهداف المقدسات، لكن الآن من أصبح المستهدف في نظر هؤلاء الإرهابيين؟ أهم المواطنون الآن أم المقدسات والمساجد أم ماذا؟ الحقيقة الإرهابيين لا يستثنون أحد، لا يستثنون مواطن ولا يستثنون مقدسات ولا يستثنون أملاك عامة، ولا لأنهم فكر ضال وفكر يعني ندعو الله أن يحمي هذا البلد وهذه الشعوب وكل بلاد العالم الإسلامي والعالم من هذا الفكر الضال. أنا أعتقد ليس هناك أحد مستثنى من هذا التطرف ومن هذا الفكر الإجرامي، لا سياسيين ولا رجال أمن ولا مواطنين، نعم، ولا مقدسات ولا خدمات، كل الجميع مستثنى. نعم شكرا. لذلك هذا يعطينا يجب أن نلتف حول بعضنا ويجب أن نحارب هذا الإرهاب بكل ما نملك، فكريا وعسكريا واقتصاديا ونجفف منابع الإرهاب. أنا أعتقد نعم دكتور. نعم أستاذ العلوم السياسية دكتور علي العنزي، لضيق الوقت أشكرك على هذه المداخلة والتعليق.